السلام عليكم، اهلا اخواتي وخوتي، مرحبا بكم في قناتكم، قناه يوميات بسمه وام. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وبخير وبصحه يا رب. اليوم جيتكم في روتين تاع يومين، بعض المقتطفات وان شاء الله فيها فوائد الاخوات وبعض التدابير وكامل ان شاء الله نفيدكم. قبل ما نبداو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هذا رفيس، هنا الرفيس محرشه، نطيبوها بعد ندقوها ونفوروها، دوك نحطها لكم في صندوق الوصف. وهنا هذه كيكه تاع التفاح، وكنت خدمت معاكم ثاني تاع الخوخ، تجي روعه ما شاء الله في المول تاع التوست. راك تشوفوا كملناها كليناها هنا بعد ما كنا كلينا بصحتنا. دوك ان شاء الله نعاود نحطها لكم في صندوق الوصف، ولا نعاود ندير لكم حتى الوصفه من جديد. وهذا الكونفيتير تاع العنب روعه، هنا كروكي ثاني نعاد ما حطيت لكمش الوصفه، حطيت هنا زوج حبات، خطر على بالي نحبوا الرفيس. كي نشوفوا الرفيس بحال الترك والكاوكاو والعسل وكامل يجينا احسن من اي حاجه. هنا تشوفوا يعني عاد الحوايج تاع الغداء وكامل، راني ندير في العشان تاعنا. درت هنا خبيزات تاع الطاكوس، هنا هادو خبيزات تاعني يجيو قطنيين ما شاء الله. يعني كل بعجينه وحده كما ولفتكم دائما، نديروا عده مملحات كما تشوفوا. هذا همبرغر راني يعني دخلته للكوشاي طيب، حبيت نطول عليكم الفيديو. يعني اذا تحبوا نحطو لكم في صندوق الوصف نقدر نحطهم باش تعاودوا اللي تحب الوصفه تشوفها من الاول حتى التالي. وهنا هذاك الكفته اللحم المرحي، اي لحم يكون عندكم، درت له شويه ثوم شويه ملح شويه فلفل اسود، تبلته مليح وراك تشوف درت مكويرات، درت نقيطة تاع الزيت في المقله هذه ما تلصقش، ودرت باش نديرهم في الهمبرغر. ومن جهه اخرى راني نقلي في البطاطا. هاد التجهيزات المسبقه تسهل علينا في الساعه كل شيء كما تشوفوا. من جهه راني نطيب في الخبز وعده انواع، نجمو هاد الخبيزات تاني تعمروهم بشوكولا، غدوا تشربوا بهم قهوه يجيو تاني روعه ما شاء الله، يجيو كل بريوش قطنيين. تحبوا تخليوهم همبرغر تخليهم كيما راهم هكا، راهم مالحين تنجمو تاكلوهم مالحين وحلوين في زوج. هنا هذا الرفيس اللي بقى من بعد نديرو في البورتمونجي، نبلح عليه نخبيه في الفريجيدار ما عليه والو. هنا اللحم تشوفوني نقلي فيه، هنا طيبت الزيتون مع شويه تاع اللحم. طاكوس تشوفوا عمرته بالفريت ولاصوص تاع الجبن كنت خدمتها معاكم، كنت طيبت شويه تاع كفته مع البصل قليته كيما اللي نديروها في البوراك وديرتها. نتوما تحبوا ديروا سكالوب تاع الدجاج، حاجه اللي تحبوا ديروها ديروها. عمرتهم وطويت هذوك الخبيزات وديرتهم في المقله انا اللي عندها ذوك الخطوط باش يجيني هذا الرسمات. هذا كان عشاء خفيف ظريف، حبيبات تاع الزيتون، نقصت شويه بيطاف شويه طماطم، وهذا كان عشاتنا. ومن بعد رفعت المواعن خملت كامل. هنا اليوم جديد، صباح الخير عليكم. هنا الصباح تشوفوا درت الحليب يفيضنا، دايما جربوه في مغرفه صغيره الا كان خاسر باش تعرفوه، سورتو خاصه كيكون هنا السخانه. هاد الكيكه خدمتها ما صورتهاش معاكم، بصح دوك نعاود نصورها معاكم ساهله، بنه شوكولا روعه. الحليب فيضتهم لازم دائما تصفيوه، والقهوه طلعتها في البريس نحطهم في الثيرمو باش اللي ينوض يجبر قهوه والحليب حامين. هاد الكيكه خدمتها كيما نديرو اي لامون، درت فيها شوكولا غبره، درت زوج معارف في الوسط، ومن بعد شربتها بكاس تاع حليب فيه سكر وفيه شوكولا، جات روعه شيشه طريه ما شاء الله. كشنا ان شاء الله نعاود نصورها معاكم. هنا الحليب دايما نديرو في الصفايه باش ما تبقى لكمش هذيك قشده هذيك اللي تجي من الفوق، باش ما تبقى لكمش في الكيسان. حبيت نشارك معاكم قهوه تاعنا تاع الصباح، ومن بعد في التحوايجي كما كامل اخواتي عارفوا. هنا وجبه اخرى كما تشوفوا هنا بنفس العجينه ثاني، درت بيتزات وقدر حبه تاع بيتزا. هنا كاين درت فيهم دجاج كوريات تاع الدجاج ثاني، تبلتهم بالثوم والملح والفلفل الاسود، درتهم كوريات من بعد دوك نزيد ميم من الفوق، وحده حطيت فيها طبسين تاع طون. وهذا الجبن اللي خدمت درتو، هذا جبن ايدام درته مع جبن احمر، درته مع الطرايف. هي البيتزا في الوسط هي رقيقه في الوسط، ومع الطرايف هي خشينه، هذاك الفرماج راه فيها. هاد الكريات تاع الصدر تاع الدجاج كما تشوفوا، وهنا الجبن كما تشوفوا هكا درته في صاشيه، حبيت باش نوزعو على كامل البيتزا. وقدر حبه تاع بيتزا درتها
قطعت صغار كيما المسمنة ككريات صغار وعمرتها بالشوكولا نتاع طلاء ماكسون كما تشوفوني طيبتها مليح هادي. ومن بعد ما نخرجها ندير لها ندهنها بكونفيتير ولا عسل ولا رشوا عليها شويه سكر، هذا تجي بريوش للصباح تشربوا به قهوه. وانا حبيت نشارك معكم هذه الكيكه تاني سهله، كنت ما شاركتش معكم من الاول عليها، حبيت نشارك معكم هذه تشربوا بها قهوه تاع العشيه ولا تخدموها الصباح ولا العشيه كيما تحبوا. هنا قرصه تاع ملح وزازة سيترون تاع الليم قشور الليمون ونص كاس تاع سكر وطبسية يوغت كما تشوفوا طبيعي، ولا كان عندكم تاع ذوق معليش افاني ولا اي ذوق تحبوه، نص كاس تاع زيت. هنا نعصر الليمه، نعصر حبه تاع الليم تشوفوا هنا، هذا ما يدير لا حس لا حتى حاجه، ديروا غير بالفوي لا باتور لا حتى حاجه. هنا زوج حبات تاع التفاح، هذا التفاح تاع البلاد راه وقته راه كاين، ماذا بينا ندخلو في وجبات لولادنا كطبق حلو ولا هكا في الكيكات. ولا زوج حبات قطعت مربعات صغار وفرغت عليهم حبه تاع ليم قشور درتهم في الكيكه، والعصير خويته على التفاح. ومن بعد نحط نزيد نفرغه في هذه الكيكه، ودرت كاس معمر تاع فارينا. واللي ما عندهاش هذا الكاس ربع هاد المغارف بومبي مغربلين، دائما نغربلو كيس خميره كيميائيه تشوفوا، نحط على جهه. نزيد هاد زوج حبات تاع التفاح ثاني، زدت قصيتهم جوانح وعصرت عليهم نص حبه تاع ليم باش ما يكحلناش. جبت المول، اي مول يكون عندكم دهنوه ولا فرشوا له بابي كويسون في من التحت، وديروا له الفرينه هكا ضروا عليه الفرينه ونفطوه مليح، ما تخليوش الفرينه بزاف. والكوشه ني شعلت على 180 درجه متوسطه، ما تجهدولاش بزاف باش الكيكه ما تنحرق لكمش. ونفرغ كامل الخليط تاعنا في المول، ما نخليوش حتى شويه، كامل نفرغوه. ونجيب هذاك التفاح ونسدفوه كما تشوفوا هكا، تحبوا ديروها بالتفاح ولا بالخوخ، كنت خدمتها معاكم تاني بالخوخ جات روعه ما شاء الله. هنا ديروا القرفه، بنه القرفه مع التفاح تجي ما شاء الله، تجي حل بنه والريحه كي تكون طيب. ديروا رشه هكا اللي حبي كتر كتر، اللي ديري شويه شويه كيما تحبوا. دخلت الكوشه من تحت، خليتها واحد تقريبا واحد 20 دقيقه ولا، عاود ديرتها من فوق تتحمر. دخلت الموس خرج لي ناشف، كي يخرج ناشف معناها طابت، صايي طفي ولا وخرجوها. ها جاهزه معانا، هنا نقلبوها. ثم ماذا بكم تخليوها شويه تبرد، في هنايا محمره مليح جات بنينه ماشي محروقه ولا بنينه. هنا نجيبو اي مربى ولا عسل يكون عندكم، ولا ترشوا عليها شويه سكر وغبره اللي كاين. انا كان عندي هنا كونفيتير تاع العنب جا بنين بنين معها بزاف، مع حتى هو فيه العنب وفيه الليم. دهنتها بالبانسو واحد زوج مغارف كبار مع الكيكه، راها عاد حاميه. نتوما الا كانت بارده الكيكه نتاعكم دفوا هذاك الكونفيتير باش تتشربوا وتجي بنينه. تشوفوا جات ما شاء الله بزوج حبات بيض. حنا ديرنا كيكه تشربوا بها قهوه تاع الصباح، ولا تشربوا بها لاتاي تاع العشيه، ولا تشربوا حتى مع الجي تجي بنينه ما شاء الله. شوفوا قطعت معاكم مرسو جات قطنيه، وداك التفاح في الوسط عاد حاميه كي تبرد تجي بنينه اكثر من هكا. على بالي سرعت لكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا مني، ولو كان جربوا الوصفه لاولادكم عقلي بالقرايه ان شاء الله تاني وجدوها لاولادكم. هاد الكيكه سهله وبنينه بزاف، ورانا فيه موسم تاع التفاح، ديروا هذا تاع البلاد دي صغير ومعليش، ولا عندنا من الكبير معليش تاني بصحتكم. ان شاء الله الفيديو تاعنا يعجبكم، ما تنساوليش اللايك والاشتراكات، وبارك الله فيكم على التعليقات الرائعه نتاعكم، ربي يجازيكم كل خير. الى الفيديو قادم ان شاء الله، استودعكم.